السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد القهوة عاوتاني جديدة عن شراء جديد إن شاء الله. لاروكات مقهى أروى. كاين بزاف الناس غادي يبداو عاوتاني كيف الانتقادات الخاوية وكذا، نتعلمو ونقولو الله يسخر الناس اللي كيديرو المشاريع باش يستمروا في البلاد. سواء كانت ريستورا قهوة اللي كان، المهم بنادم يقول الله يسخر، ما يبقاش يدخل في الحيتيات وكذا وقالوها تما وما كانش عليها جي تما وراه الكولور اللي داروا وكذا، الله يسخر وصافي. هذه قهوة واحد الفكرة عاوتاني كرام دايرينها هنايا عاوتاني واحد السباس خاصة للنساء الطالبات يعني صحابة اللي كيحفظوا والآخر، غادي نهودو نتحكو نشوفو. هذا عندي سباس يعني اللي كنت كنشوف السيد قال لي انا دايرينو خاص للنساء الطلبه يعني النساء خاص هذه دايرينو للنساء اليوم كنت قال لي رخصه حتى ان شاء الله رخصه في الدور ان شاء الله الرحيم هذا المهم الاولى باش نقول لك اخويا جماعه يعني في المبادره ديال في اطار تشجيع المشاريع ديال الشباب الله يجازيك خير الجزاء خذ هذه فكره هذه حيت الارض مجرد فكره وحنا بصدد الدراسه ديالها والطلب ديال الرخصه هذه بعينها بحكم ان المتنفس ما كانش ديال الطالبات في الابقاء في الحضور هذه بغينا نديروها خاصه بالطالبات لا اقل ولا اكثر يعني حتى اللي تسخي عليهم اللي سبيل اللي عصر اللي كذا تكون نساء تكون خاصه بالنساء المحترمات يعني ما كانش الاحترام ما كانش عندنا كذا يعني غتكون خاصه بالنساء لا نساء حتى الا حكيت شي واحد بغا يجيب وليداتو خليهم يشربوا القهوه تاعك هو طلع في القهوه سلام شنو بداتو مش مسالح أروى باتس ديال السي مراد الوهاني وقال فرنسا الله يسخر له أنا غادي نطلب القهوة عاوتاني بالسباس ديال الرجال هذه الفكرة هذه زوينة إن شاء الله الله يجازيك الله يحفظك هذا باهي الجميع هذا مثلا هي قريب داك الشيء إن شاء الله غادي هادي أروى بالاس هادي قهوة جديدة عاوتاني في لاروكاب صافي السلام عليكم هادي هنايا هانتوما كتشوفو ستوب هنا فين كاين ستوب هاهي هادي الطريق اللي كطلع لاروكاب الفوق هاهي القهوة الله يسخر وغادي نستناو غير واحد السيد يتحرك بالطوموبيل غير يا ونوريكم الفصاد نيشان عاوتاني هنا كاينه هي اون باس ليها عاوتاني قهوه عاود انيس وهنا هذا الشارع ديال النخل معروف بشارع النخل هذا هو الشارع النخل المعروف بشارع النخل الاسم ديال شارع النخل ها هو كنجيو هنايا هاهي كتجيكم هنايا هي راه جايه دو فصاد هنا غادي ندخلوا للقهوه دابا والافتتاح ديالها ان شاء الله غادي يكون قريب ندخلوا القهوه عاوتاني بسم الله ندخلوا القهوه ها انتما تشوفوا لا يسخر هذا الكونطوار او معاد كي او معاد كي يسلحو بدا ان شاء الله مع الساد عشيه بدا ان شاء الله مرحبا الله يحفظك قال لي ارسم واه الافتتاح غدا غادي يكون مع السته ان شاء الله كما قال لكم ها انتم تشوفوا هايا هذا هو اول كليان راه جالس هنا شرب سيدي علي مرحبا بيا سي جماعه الله نطلع لي سباس الفوق شوفو الله يسخر سيدي شكرا اخويا اللي دار شي حاجه في البلاد الله يسخر له الله العظيم انا ماذا بينا اخويا شحال ديال الخدامه عندكم هنايا نتوما بدينا ثلاثة واه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واه ايوا ثلاثة تبارك الله وهادي خدم ثلاثة واحد يخدم ستة وكيما قال لكم السيد راه لتحت ان شاء الله راه عاد
طور الانجاز باش غادي يديروا الطلبه فين هنا كتقلتوا هنا في لاطيراس كتبان لكم كيبان لكم الشارع راه ستوب او دارا ونفاس ليها هو هانتوما تشوفوا نعودوا لتحت نشوفوا عاود نوري لهم هنا اي حاجه زايده في المدينه مزيانه اي واحد واحد دار ريستورا واحد دار قهوه واحد لا يسخر مهم مرحبا بكم غدا مع الستة شحال ديال بلازما تركو دايرين هنايا خويا شحال بلازما تركو دايرين ثلاثة لداخل وحدة على برا وحدة على برا لا يسخر هذا ليسباس هنا اللي غادي يكون ان شاء الله خاص بالطالبات النساء المحترمات كما قال هو الاحترام ما غاديش يكون داك التخالط ولا المهم الله يسخر انا كنعرف حاجه بعدا في البلاد اللي دار شي مشروع شجعوها اخوتي الانتقادات وداك الشيء ما قديتش انت دير شي حاجه على الاقل قول الله يسخر لخوتك ماشي ماشي هو شنو تقول لنا السي عادل ها ان شاء الله الله يسخر لهم اسيدي لهاد الناس هادو راه ورينا لهم فين جاي القهوه السي مراد العنبري ها السي مراد العنبري الريفي دا ريفي النق راه كيف كيف كي ريفي انا عارفوه مراد مسكين ناس ملاح واه واه كجيران انو جيران واه حنا كان مراد ولا قدر ولا الجلالي حنا نقول الله يسخر اي واحد نقول له الله يسخر ها انتم عاوتاني ها انت كتقهوى هنا ويبان لك الشارع ها هو ستوب ها هو ها انت اخر ديال طريق لاروكات ها هي المهم الله يسخر لهاد الناس هادو اللهم لا حسد اللي دار شي حاجه الله يسخر له سواء كانت قهوه ريستورا باتيسري وكما كنقول لكم ديما الاشهارات راه كنديرهم غراتويت باش ما يبقاوش يغلطوكم الناس كنحطو في الصفحه هادشي هذا باش نوريهم سمو تزاد في البلاد وسمو الصراحه حاجه اللي جات في البلاد راه حنا كنصوروها لكم والله يسخر اخوت شكرا